يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يطلق على محبة عمر الثانية أنها محبة الاختيار، إذ أن بعض العلماء قد استشكل سرعة تحويل عمر رضي الله عنه لقلبه؟ هل عمر هو اللي حول قلبه؟ ما أظن عالم يقول هذا. اللي حول قلب عمر هو الله جل وعلا، والذي ألقى في قلبه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه، والله جل وعلا هو مقلب القلوب. نعم.